الفصائل المسلحة العراقية بدأت بتنفيذ هجمات مكثفة على المطارات الإسرائيلية بشكل خاص، وصباح هذا اليوم قامت هذه الفصائل بهجوم على مطار حيفا الإسرائيلي، وجاءت تفاصيل هذا الهجوم كاملة من قبل وكالة إيرنا الإيرانية، بالإضافة إلى بيان صادر من الفصائل المسلحة المتمثلة بالمقاومة الإسلامية في العراق. هم الذين أكدوا بأن هذا الهجوم تم فعلا صباح هذا اليوم على مطار حيفا، بل كانت هنالك لقطات مصورة للحظات الأولى لإطلاق هذه الطائرات المسيرة أو الطائرة المسيرة. كانت طائرة واحدة هي التي هاجمت مطار حيفا، وهذه هي اللقطات التي لا تبدو واضحة نهائيا، ولكن ما هو واضح هي طبيعة الطائرة التي انطلقت باتجاه مطار حيفا. وإذا حاولنا أن نستفيد مما هو ظاهر من هذه الطائرة، سنلاحظ بأن هنالك أرقاما سرية هنا باللون الأصفر كما هو واضح لهذه الطائرة، هنالك نوع من الغطاء الأبيض، الأجنحة الخلفية لهذه الطائرة مميزة، ولون الطائرة هو اللون الأسود كما هو واضح، وهذه العلامات كلها تتطابق تماما مع طائرة شاهد 101 الإيرانية الصنع، والتي تستخدمها الفصائل المسلحة العراقية بشكل حصري وخاص. لاحظ إذا ما اقتربنا من هذه الصورة ستلاحظ نفس هذه الأرقام باللون الأصفر، التصميم لهذه الأجنحة، الغطاء باللون الأبيض الذي عادة يأتي في مقدمة الطائرة أو يأتي في مؤخرة الطائرة، واللون الأسود طبعا لهذه الطائرة، مما يؤكد تماما بأن الفصائل المسلحة العراقية هي التي قامت بتنفيذ هذا الهجوم، وليس طرف آخر يدعي بأنه من الفصائل العراقية. وسبق للفصائل العراقية أن استخدمت هذه الطائرات خاصة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة المطار الشهيرة في عام 2020، بدأوا باستخدام هذه الطائرات بشكل مكثف بهجمات على مطار بغداد، على مستشارية التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد، وكذلك بهجمات أيضا على إقليم كردستان، وها هم يستخدمون هذه الطائرة على مطار حيفا، وطائرة يصل مداها على أقل تقدير لمسافة 700 كيلومتر، وهذه كافية بالنسبة لهذه الفصائل أن تطلق الطائرة مثلا على سبيل المثال من العراق من هذه المنطقة باتجاه حيفا، إن كان باتجاه ميناء حيفا أو مطار حيفا، لأن هذه المسافة تقريبا 535 كيلومترا. وطبعا الأكثر منطقية بالنسبة لهذه الفصائل أن تطلق هذه الطائرة مباشرة من سوريا لكي تختصر هذه المسافة وتصبح خطيرة بشكل أكبر، وأن تكون مسألة كشفها أقل احتمالية مقارنة بهذه المسافة قادمة من العراق إلى كل هذه المنطقة ولتتعدى الأجواء السورية. ممكن أن ترصد هنا بكل تأكيد، وخاصة أن المقاومة الإسلامية في العراق هي تنفذ عملياتها من الأراضي العراقية ومن الأراضي السورية، وليست حصرية بالأراضي العراقية تحديدا. وهذه الهجمات على مطار حيفا هي ليست الأولى أبدا، بل إن الفصائل بدأت تركز بهجماتها على مطار حيفا منذ الشهر الماضي. بداية الشهر الماضي أصدروا بيانا كما تلاحظون في 5 مارس ليؤكدوا بأنهم هاجموا محطة كهربائية في مطار حيفا من أجل تعطيل هذا المطار تحديدا، وعلى الرغم أن ليست هنالك أي صافرات إنذار في مطار حيفا، أي أنباء عن أي خرق لطائرة مسيرة ممكن أن تصل لهذا المطار، جعل هذا الأمر طبعا بكل تأكيد من الكثيرين أن يشككوا بطبيعة هذه الهجمات، ما كانت إذا فعلا هي تتجه مباشرة باتجاه مطار حيفا أو المطارات الإسرائيلية أو الموانئ الإسرائيلية بشكل عام. إلا أن ما جرى يوم أمس باتجاه مطار رامون جنوب إسرائيل هو الذي أكد بأن هذه الهجمات لها مصداقية عالية من هذه الفصائل. وتفاصيل الهجوم الذي جاء يوم أمس على مطار رامون الإسرائيلي تحدثت عنه وكالة مهر الإيرانية، والأهم من ذلك الأوساط الإسرائيلية هي التي اعترفت بهذا الهجوم، مثل JNS، وحتى الجيش الإسرائيلي بنفسه قال وتحدث عن هذه الطائرة المسيرة بأنها فعلا وصلت وسقطت بالقرب من مطار رامون، وكانت هنالك لقطات مصورة هنا سنعرضها لكم، تم تصويرها من أحد الإسرائيليين المتواجدين في إحدى البلدات الإسرائيلية، وهي إحدى البلدات المهمة، وهي بلدة كيبوتس يودفاتا كما تلاحظون، قام بتصوير هذه الطائرة، صوت الطائرة واضح جدا، ومن منطقة زراعية قريبة من المطار تم تصويرها، وبعد ذلك سقطت الطائرة بهذا الشكل على مسافة 200 متر من الحدود الإسرائيلية. وإذا ما حاولنا أن نقترب
من هذه المنطقة لنحدد موقع هذه الطائرة. لاحظ أن الأرضية كلها باللون الأسود تقريبا في النقطة التي سقطت بها هذه الطائرة. تلاحظ أن هنالك طريقا واضحا وهنالك مباني نوعا ما تأتي متصلة بهذا الطريق، وهنالك نوع من التل المميز بهذا الاتجاه من هذه الطائرة. وعلى هذا الأساس إذا ما اتجهنا للقمر الصناعي بسرعة إلى مطار رامون لكي نتعرف عليه هنا في الجنوب الإسرائيلي، ستلاحظ بأننا هنا أمام مدينة إيلات التي تعرضت للكثير من الهجمات على مسافة 16 كيلومترا إلى شمالها يأتي مطار رامون، والمنطقة المتوافقة معها هو باتجاه هذه الجبال كما تلاحظون. وسنلاحظ هنا تماما بأن العلامات متوافقة مع هذه الأرضية تحديدا. ستلاحظ أولا التل الذي رأيناه الآن يبدو متطابقا مع صورة القمر الصناعي هنا، هذه النقطة من هذا التل. وإذا ما ابتعدنا وانسحبنا قليلا سترى أيضا هذه المباني واضحة أمامنا، كانت واضحة في الصورة مع الطريق، وبالتالي كل شيء متوافق وواضح جدا بأن الطائرة قد سقطت بالضبط في هذه المنطقة التي نراها هنا من المنطقة باللون الأسود، الطريق، المباني، وهذا هو الجبل أو التل، وبالتالي هي سقطت بالضبط في هذه النقطة، وهذه النقطة قريبة للغاية من مطار رامون. يعني لاحظ أنت هنا هذا المطار يعني لا تبعد المسافة أبدا إلا ما يقارب 3 كيلومترات فقط. هنا سقطت وهذا هو المطار، واضح بأن هذا المطار كان هدفا. وإذا ما اتجهنا إلى البلدة التي كانت فيها عملية التصوير لهذه الطائرة كما رأيناها بصوت هذه الطائرة قبل دقائق من سقوطها في هذه النقطة، وهي كيبوتس يوفتانا، ونتجه إلى كيبوتس يوفتانا. هذه كيبوتس يوفتانا إلى شرقها المنطقة الخاصة الزراعية بها، وهذه هي الجبال كانت تحلق بهذا الشكل تقريبا باتجاه هذا المطار. وهذا يوضح لنا طبيعة تحليق هذه الطائرة من الأساس، خاصة وأن الأوساط الإسرائيلية تحدثت أن هذه الطائرة كانت قادمة من وادي عربة تقريبا هنا، كانت تحلق في هذه المنطقة وبعدها جاءت إلى كيبوتس يوفتانا التي تحدثنا عنها هنا، وبعدها حاولت من الوصول إلى هذا المطار مطار رامون، وبالتالي هي كانت تحاول تفادي الرادارات بهذا الشكل للوصول إلى هذا المطار. ولكن في نهاية المطاف شيء ما اعترض هذه الطائرة وجعلها تسقط بالقرب من الحدود الإسرائيلية على بعد 200 متر كما نلاحظ هنا، وهذا قد يعود بسبب عمليات التشويش الكبيرة الموجودة في هذه المنطقة كما نلاحظ. لاحظ كيف أن التشويش عالي باللون الأحمر، هذا هو المطار الذي نتحدث عنه طبعا. هذه هي إيلات وهذه هي يوفاتا أو يوتفاتا بهذا الشكل، هذه المنطقة التي كانت تحلق بها الطائرة وبعد ذلك سقطت بهذا الاتجاه. بالتالي هنالك واضح جدا اعتراض تشويش للجي بي اس الخاص بهذه الطائرة، وبالتالي سقطت في هذه النقطة. وهذا يوضح مسألة مهمة بأن محتمل جدا أن الطائرة بهذا السير أو بهذا الطريق وبهذا التوجه واضح بأنها قد تكون مرشح جدا أنها انطلقت من سوريا فوق الضفة الغربية واستغلت الحدود بهذا الشكل وبالتحليق بشكل منخفض لتتفادى الرادارات لكي تصل إلى مطار رامون، أي بالضبط كما حصل العام الماضي في نوفمبر حينما اعترفت إسرائيل بأن هنالك طائرة مسيرة استهدفت إيلات وضربت مدرسة في إيلات. وتلاحظ هنا كانت لقطات مصورة لنفس هذه الطائرة المسيرة بهذا الشكل التي طبعا تعرضت أو استهدفت هذه المدرسة، وستلاحظ هذه الطائرة متطابقة تماما مع طائرة شاهد 101 التي هاجمت مطار حيفا والتي نتحدث عنها اليوم بتفاصيلها، مما يوضح أن الفصائل العراقية هي كانت مسؤولة عن هذه العملية. بالتالي هذه الطائرة وصلت إلى مسافة أبعد من مطار رامون، وإسرائيل أكدت أنها انطلقت من سوريا، بالتالي نقطة العمليات على ما يبدو بأنها سوريا، ولكن طبعا الجيش الإسرائيلي يقول بأنها كانت قادمة من الشرق، أي أنها قادمة من العراق وتحقق هذه الاستهدافات. وبشكل عام هنا الفصائل العراقية إن كانت تطلق الطائرات المسيرة من سوريا أو من العراق هي الآن بدأت بجبهة وبدأت بفتح جبهة جديدة ألا وهي جبهة المطارات الإسرائيلية. وواضح جدا أن ما تحدثنا عنه هو مطار حيفا وكذلك مطار رامون، وهنالك في إسرائيل فقط 3 مطارات دولية ممكن التحليق من وإلى هذه المطارات، وهي بن غوريون وحيفا
وكذلك رامون الذي يعتبر هو من أحدث المطارات الإسرائيلية الذي تم افتتاحه في عام 2019 ب 600 مليون دولار وبدأ يكسب الكثير ويأتي بالكثير من المكاسب الاقتصادية على مستوى السياحة وعلى مستوى السفر إلى جنوب إسرائيل. الآن بدأت هذه الفصائل باستهدافه وواضح أن عملية الاستهدافات هنا لها أهداف بعيدة ولها أهداف مهمة. هنا مطار حيفا كما نتحدث وهنا مطار بن غوريون في تل أبيب وكذلك مطار رامون وواضح جدا أن هنالك رغبة بوضع المزيد من الضغط على بنيامين نتنياهو ومزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية على المستوى المالي في ظل خلافات ليس هنالك توافق 100% مع الولايات المتحدة الأمريكية. إدارة بايدن مقبلة وبايدن مقبل على انتخابات في نوفمبر وهذا ما تعيه هذه الفصائل من أجل تحقيق مثل هذه الهجمات إن كانت من سوريا أو إن كانت كما تتهم إسرائيل وتتحدث بأنها قادمة من العراق. ويجب أن لا ننسى أيضا ميناء إيلات والموانئ الأخرى تتعرض للكثير من الضغط وحتى ميناء حيفا مرشح أن يتعرض للكثير من الضغط وبالتالي المطارات الموانئ يعني صعوبات كبيرة وإعطاء قدرة أكبر للفصائل في سوريا أو حتى حزب الله اللبناني في حالة كانت هنالك أي حرب قادمة هم يحاولون إضعاف قدر الإمكان الحكومة الإسرائيلية التي تنوي التقدم لرفح وتنوي كذلك الهجوم على حزب الله بعملية عسكرية لإبعاد حزب الله اللبناني على مسافة 10 كيلومترات خلف النهر الليطاني. وهذه مسألة كبيرة للغاية بالنسبة لهذه الفصائل وكل هذه التطورات تأتي متزامنة مع وعيد كبير من قبل الجانب الإيراني بأنهم سيقوموا بالرد على ما جرى باتجاه القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والذي أدى إلى مقتل 13 شخصا 7 منهم من أهم الشخصيات العسكرية الرفيعة المستوى في الحرس الثوري الإيراني. الأسوشيتد برس اليوم نقلت عن التلفزيون الرسمي الإيراني بأن كان هنالك اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقالوا بأنهم اتخذوا قرارا للرد المطلوب على الغارة الإسرائيلية على دمشق. وكذلك المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني وهو رمضان شريف قال بأننا سنقوم بكل تأكيد بخليط من الهجمات المباشرة وغير المباشرة على إسرائيل. وكذلك علقوا صورا لمحمد رضا زاهدي أحد أهم القيادين الذين قتلوا في القنصلية الإيرانية طبعا في العاصمة دمشق وواضح جدا بالعبري هنا مكتوب بأنهم يريدون الانتقام وسينتقمون ونشروا حتى صورا لوزير الدفاع ورئيس الأركان الجيش الإسرائيلي وعدد من القيادات الأخرى من الجيش الإسرائيلي ويوضحون بأنهم سينتقمون منهم. نتحدث عن انتقام إيراني من الإسرائيليين ولكن في نفس الوقت نيويورك تايمز كشفت تفاصيل مهمة بأن هنالك خلافات جرت خلال هذا الاجتماع وهذا ما ذكرته نيويورك تايمز. هنا في اجتماع مجلس الأمن القومي قال بعض الأعضاء المتشددين إن على إيران أن تضرب أهدافا داخل إسرائيل بالصواريخ لكن أعضاء آخرين أكثر اعتدالا رفضوا ذلك قائلين يجب على إيران مواصلة سياسة الصبر الاستراتيجي. بالتالي على الرغم من كل هذا الكلام الإيراني الكبير بأنهم سينتقمون والتصعيد من الفصائل تجاه المطارات والموانئ وغيرها إلا أننا لا زالت الأمور ليست واضحة كيف سيكون هذا الانتقام الإيراني الذي تتحدث عنه تقريبا يوميا إيران وخلال 48 ساعة تصعد بهذا الأمر وبالتالي ننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور.